صباح الفل، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. رجعت لكم بفيديو جديد. لو لسه اول مره تشوفي القناه بتاعتي، انزلي حالا اشتركي فيه. اهم حاجه تفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصل لك كل جديد انا بقدمه. إيه طبعا باين على عيني الارهاق والتعب والعياط. يعني الايام دي مضغوطه شويه، فبليز بليز ادعموني وشجعوني بليز، لان انا فعلا على اخري ثواني. والفتره دي حقيقي مش قادرة اصور فيديوز خالص، بس انا بقاوم وبطلع عشان افيدكم. فانتوا كمان فرحوني ووصلوا الفيديو ده 20 لايك بس. شايفين يعني انا طلباتي صغنونة، وصلوا الفيديو ده 20 لايك في يوم واحد بس. يعني 20 لايك في يوم واحد بس، يعني انا اللي بيتفرج عليا ممكن يوصلوا 200 مشاهدة. فعشرين لايك بالنسبة لكم حاجات بسيطة. يلا بقى فرحوني، وهشوفوا انتوا بتسمعوا كلامي ولا لا. وعايزة كومنتات عسل زيكم. النهارده اقول لكم، في بنات قالت لي ايه سر نضاره بشرتك مع ان بشرتي ما فيهاش نضاره. واو، عايزه انزل من البيت نو ميك اب، عايزه روتين كويس للبشره الدهنيه والمختلطه. كل ده هجاوب عليه في الفيديو ده، روتين للبشره الدهنيه والمختلطه ونضاره البشره ازاي، وازاي تنزلي من البيت من غير ميك اب. هتعملي روتين بسيط، وده روتيني الشخصي اللي انا مرتاحه عليه، بس بضيف وبغير المنتجات، انما الخطوات واحده. تعالوا بقى نبدا. بس قبل ما ابدا لازم تشتركي في القناة بتاعتي عشان يوصلك حاجات اللي انا بنزلها. يلا بينا نبدأ. نمبر 1، والحاجة اللي العالم كله متفق عليها، بس انا عايزة اقرب الحاجة بس عشان انا بعد الدنيا خالص عني. يعني حاجة اللي الشعب المصري كله متفق عليها هي الغسول. الغسول اللي انا بستعمله الايام دي جورنيه، زي ما قلت لكم اسمه جورنيه سكين اكتف. تمام، انا قلت لكم انا جبت منه الحجم الصغير عشان اجربه. جارنيه كان الاول معايا، كان لسه الشتاء موجود، كان بينشف لي بشرتي جدا. مع دخول الصيف والبشره بدات تفرز دهون وبدات تعرق، فجارنيه معايا حلو قوي في الصيف. ده للبشره الدهنيه والمختلطه، ما انصحش بيه ابدا البشره الجافه. لازم اول حاجه عندك يكون غسول مناسب لنوع بشرتك. تاني حاجة التونر. التونر بنستخدمه لغلق المسام بعد تنظيف البشرة. يعني احنا قفلنا بشرتنا، قصدي غسلنا بشرتنا بالغسول المناسب ليها، جه وقت ان احنا نقفل المسام. تمام، عندك كذا اوبشن بقى. اول تونر معايا هو خل التفاح. تونر خل التفاح انا بستخدمه لما بيكون عندي حبوب، وفعلا بيقضي عليها وبيطهر لي وشي جدا، وده لازم يكون في بيتك. تاني اوبشن هو تونر مية الرز ولبان الذكر. تمام، تالت تونر معايا هو تونر البابونج. ده انا حطاه في ازازة خل التفاح، بس ده بابونج. رابع حاجة، وده مش تونر، ده انا بستخدمه لترطيب البشرة، وهي مية الورد من ايفا. تعالوا نتكلم عن الاربع حاجات دول كده عشان بس اوضحهم، لان انا عملت فيديو خاص لكل عنصر فيهم. اول حاجة البابونج، ده حاجة كده صينية تقريبا او يابانية على حسب علمي. ده بيرطب البشرة، بيشيل الهالات السوداء، بيشيل التجاعيد، بيفتح اثار الحبوب، وبيعالج الحبوب زيه زي خل التفاح. فالاتنين تونر دول للناس اللي عندهم حبوب، يعني انا برشح لكم دول للي عندهم حبوب وبيعالجوا الحبوب بتاعتهم. زائد ان تونر ده يمكن بيطهر وبيعالج الحبوب بس، لكن ده بيفيد البشرة بالفيتامينز والمعادن، وبيعالج زي ما قلت الهالات السوداء. تمام، طريقة الوضع ازاي؟ ده بعد الغسول، وعادي ده برضو بعد الغسول بتحطيه على قطنه بتمشيه على وشك كله، وممكن كل ساعتين تحطيه عادي. يعني نيجي بعد كده على التونر بتاع لبان الذكر او لبان المر او لبان الذكر مع مية الرز. ده كده حاجة بتشد البشرة، بيعالج الترهلات بتاعت البشرة، بيعالج التجاعيد. ده زي كأنه بيرمم البشرة، ترميم طبيعي في البيت عن طريق خل مية الرز ولبان الذكر. انصح بيه كل البنات اللي معديين 20 سنة يستخدموه يوميا، مرة الصبح ومرة بالليل، او مرة في اليوم، او مرة كل 4 ساعات. مية الورد بحبها جدا اول ما بصحى من النوم، وبحبها قبل ما انام، بتدي نضارة وبتدي ترطيب للبشرة. عيب
مية الورد بتاعت ايفا الوحيدة انها بتخلي الوش مر. يعني مثلا انا عملت كده بحس ان وشي مر جدا. هتقولي ليه بتدوقي وشك؟ هقول لك ما اعرفش. عجبتني بس المرارة زي ما قلت لكم الباكج بتاعتها من هنا وحشة. يعني بصوا حتى مفيش خرم، لا ده انتي معرضة للبكتيريا، زائد ان بينزل كمية كبيرة جدا مني غصب عني في القطنة، يعني تبذير اوفر. تمام، نيجي بقى على تالت خطوة، خطوة المرطب بتاعنا. والمرطب بتاعك بيبقى على حسب نوع بشرتك. بشرتك جافة بتستخدمي مرطب للبشرة الجافة، مختلطة او دهنية بتستخدمي برضو الحاجة المناسبة لبشرتك. انا بستخدم الايام دي والايام اللي فاتت وعايش معايا بقاله كتير، هو ده بتاع سانت ايفز او سان ايفز ستيفز، هو اسمه ستيفز يا جماعة، والله اسمه موسترايزر. موسترايزر يعني مرطب. اوكي بالكولاجين. هو المفروض ان هو بالكولاجين بس انا ما ادكوش اماره ان في كولاجين، ولا بيشيل خطوط ولا 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 الكلام ده كله فاستك يا جماعه. بس هو كتر تيب حاجه واو بجد، وشابوه للي اخترعوا كتر تيب. انما علاج مش عارفه خطوط وعلاج ترهلات وعلاج مش، لا 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 زيرو زيرو زيرو. فلازم نستخدم مرطب، والمرطب خطوة أساسية زيها زي الغسول بالظبط، يعني ما ينفعش ان احنا نهملها. نيجي بقى لحاجات برضو مهمة جدا، خطوة السكراب. السكراب اللي انا بستخدمه الايام دي هو من ايفا، ايفا بالعسل. ايه ده شعري لازق فيه. ده بيقولك ان هو خالي من الصابون، سوب فري. تمام، لازم طبعا تقشري وشك مرتين في الاسبوع. انا عماله ادوخ، بتجيلي زي حاجات سريعه كده بتخليني دايخه. ده لازم تستخدمي المقشر مرتين في الاسبوع. ليه؟ عشان بشرتك تستفاد بالحاجات اللي احنا بنحطها، يعني طبقات الجلد بتتراكم على بشرتك، لازم تستخدمي لها سكراب مرتين في الاسبوع عشان نزيل كل الطبقات الجلد الميتة ونزيل اثار الحبوب والكلام ده كله، عشان بشرتك تبقى زي البيبي، كأننا بنرجع بشرتنا زيها زي البيبي. تمام، فالخطوة دي من اهم الخطوات. هقول لكم على خطوة تانية، خطوات المسكوت. المسكوت بتغذي البشرة، بتفتح البشرة، بترطب البشرة. ما ينفعش ابدا تهملي خطوة المسكوت. انا واحدة من الناس بعمل مسكوت كل شهر، شهر ونص، ساعات كل 20 يوم. طبعا غلط اللي انا بعمله، لازم مرتين في الاسبوع او على الاقل مرة واحدة في الاسبوع. بس الكسل فظيع، الكسل بيموت والله العظيم يا جماعة، الكسل بيحبط كمان. فانا مش عايزاكم ابدا تهملوا نفسكم في حكاية الماسكات. اللي انا ما عرفتش اعمله او اللي انا ما بعرفش اعمله انتوا اعملوه. تعالوا بقى نشوف. انا بعد ما بغسل وشي وكلمتكم عن الموضوع ده في فيديو لوحده، بستخدمش فوطة، بستخدم المناديل، اي نوع مناديل. وده المناديل احلى نوع مناديل يعني، وبتيجي صدفة معايا. قلت لكم النوع ده بتلاتة بعشرة، اسمها ليمور. تملي معاك، حلو قوي. استخدموا المناديل بعد ما تغسلوا بشرتكم، هتقللوا بكتيريا، هتقللوا حبوب. ممكن كمان انت تنقلي الحبوب من نفسك لنفسك وتنقلي البكتيريا من نفسك لنفسك. فاحنا هنتجنب الموضوع ده بالمناديل زي ما قلت لكم. بمسح وشي بالقطن، يعني اللي هو التونر، بستخدم مع التونر قطن عادي خالص يا جماعة، اللي هو القطن الطبي الموز ده ب5 جنيه، لا ده ب10 جنيه يا رب. الصغنونة اللي ب5 جنيه ده عادي ب10 جنيه بلاقيه في وشي فبجيبه، يعني مش لازم ادور على بتاع الميك اب، مع ان بتاع الميك اب احلى، بس انا اللي بلاقيه في وشي بجيبه عادي. نيجي بقى على خطوتين لا يقل أهمية عن كل الكلام اللي اتكلمت فيه، ترطيب تحت العين. وانا بستخدم له الفازلين الطبي بالطبطبة تحت العين كل يوم قبل ما انام، ودي خطوة مهمة جدا. ب20 جنيه الصغير، الكبير ب35 جنيه. ترطيب الشفايف برضو حاجة مهمة لا تقل أهمية عن كل ده، عشان الشفايف لما بتجف وبتشقق ما بتديش منظر أنوثي خالص. والمرطب بتاعي الأيام دي هو ده، مرطب بتاع ماي واي اللي بالكريم كراميل، وهو اللي انا حطاه دلوقتي ده. تمام، هو بس كده، ده الروتين بتاعي البسيط واللطيف والجميل. يعني لما بزود خطوة في روتيني او بقلل خطوة بطلع اقول لكم على طول. لسه هجرب منتجات تانية،
طبعا المنتجات دي لما تخلص لازم ابدلها بمنتجات تانية عشان احس بافكت في بشرتي واحس بتطوير واحس بالحاجات دي كلها. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، يا رب يكون الروتين بتاعي عجبكم. ما تنسوش اهم حاجه اشتراك في القناه لو لسه مش مشتركه في قناتي، ولايك للفيديو ده، كومنت عسل زيك. توحشوني جدا، رمضان كريم.